مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته الصحافة اليمنية والعربية الصادرة اليوم، والتي تابعت العديد من الموضوعات. ونبدأ من المواقع الإخبارية المحلية، وتحديدا من موقع الموقع بوست، والذي عنون في صفحته الرئيسية: كرمان لا ينقصنا قرارات أممية بل إلزام المخلوع والحوثي بالقرار 2216. وقال الموقع: انتقدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان موقف مجلس الأمن الدولي غير الحازم إزاء الإنقلابيين في اليمن. وقالت توكل كرمان في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سبعة قرارات من مجلس الأمن الدولي حول اليمن، وحوالي 50 بيانا وتصريح رئاسي عن المجلس. وقالت توكل كرمان: لا ينقصنا قرارات جديدة ولا اتفاقات جديدة، ما ينقصنا بالضبط هو إلزام المخلوع والحوثي بتنفيذ القرارات والاتفاقات السابقة. ومن عناوين الموقع بوست: العميد صادق سرحان: عملية تبادل الأسرى بتعز أتت بعد مفاوضات بين المقاومة والميليشيا. وإلى موقع التغيير نت، والذي تابع عملية تبادل الأسرى في تعز، وعنوان: ثلاثة أسرى سابقين لعبوا دورا بارزا في الوساطة. وقال التغيير نت أن الإفراج عن الأسرى تم عبر لجنة وساطة محلية مكونة من ثلاثة أسرى من قوات الشرعية ممن تم الإفراج عنهم الشهر الماضي، كما أن عبد اللطيف المرادي، وهو إحدى الشخصيات البارزة الاجتماعية والمحايدة، أسهم أيضا في إتمام الصفقة وبإشراف الصليب الأحمر. وشملت عملية التبادل بين الأسرى كدفعة أولى صباح أمس السبت تحرير 88 عنصرا من قوات الشرعية مقابل 113 أسيرا من الميليشيا الإنقلابية. وقال أحد الذين تم إطلاق سراحهم بأنهم تعرضوا لتحقيقات قاسية وتعذيب عنيف في سجون الميليشيا خلال اعتقالهم، وأن بقية المعتقلين الذين لم يشملهم الإفراج ما زالوا يتجرعون مرارة الاعتقال والتعذيب العنيف. هل طال مقام ضيوف قصر بيان؟ تحت هذا العنوان كتب مصطفى أحمد نعمان مقاله المنشور في التغيير نت، وقال الكاتب: من غير المعقول أن تستمر دولة الكويت وأميرها منشغلين لإرضاء رغبات اليمنيين المقيمين في قصر بيان، وفض الاشتباكات والخلافات اليومية بينهم، بينما هؤلاء لا يقيمون لذلك أي اعتبار أخلاقي ولا أدبي. خلال كل هذه الفترة يستمر عبث سلطة الأمر الواقع داخل المؤسسات الحكومية في المناطق التي ما زالت تخضع لقبضتها العسكرية، وبمرور الوقت يزداد عجزها عن تقديم خدماتها للمواطنين. وفي المقابل حدث الاضطراب والتكاسل في أداء مؤسسة الشرعية وانشغالها في ترتيب أوضاع شخصية بعيدا عن هموم المواطنين. وإذا ما أضفنا إلى ذلك التدهور اليومي لسعر العملة اليمنية إلى مستويات غير مسبوقة خلال فترة قياسية، فإننا سنجد أنفسنا أمام فاجعة اقتصادية ستزيد من أحزان الناس وفقرهم ومعاناتهم، وكذلك حنقهم على الجميع. ولا يجب على الحكومة التلويح بالمزيد من محاولات الضغط على الوضع المالي، لأن المواطن سيتحمل وحده أعباءه ونتائجه. المواطنون سيعانون آثار كل تأخير في التوصل إلى اتفاق في الكويت، وهم غير مكترثين لتفاصيله التي يقضي ضيوف الكويت وقتهم في بحثها صباح مساء، ثم نفاجأ بأنهم بعد مضي ما يقرب الشهرين ما زالوا عند نقطة البدء. ورغم تطمينات السيد إسماعيل ولد الشيخ بقرب التوصل إلى وثيقة نهائية، إلا أن ذلك لم يحدث، وأخشى القول أنه لن يحدث قريباً إلا بمعجزة في زمن قل وقوعها. وإلى موقع صهاريج نيوز، والذي علق في صفحته الرئيسية: مدير عام كرش ينفي سقوط المدينة بيد الميليشيات الإنقلابية. وأكد مدير عام مديرية كرش عماد أحمد غانم أن عصابات الإجرام المتغطرسة التي دأبت على شراء الذمم الضعيفة والأفواه المأجورة تعلن عن انتصارات من وحي الخيال، وهي لن تحقق إلا مزيدا من الجرائم والعبث
عبر أسلحتها الثقيلة. وقال غانم إن القذائف التي تطلقها ميليشيا الحوثي تسببت بتدمير منازل وسقوط ضحايا من المواطنين من أبناء كرش. ومن عناوين التي وردت في الموقع: ملف الأسرى الخرق الوحيد الذي تحقق في جدار الأزمة اليمنية، وإلى موقع المصدر أونلاين والذي عنوان: شقيق زعيم جماعة الحوثيين يفرج عن 82 سجينا على علاقة بقضايا قتل ومخدرات وسرقة. يقول الموقع: نشرت قناة بلقيس الفضائية وثائق تفيد بقيام يحيى بدر الدين الحوثي بإصدار توجيهات بالإفراج عن 82 سجينا جنائيا من السجن المركزي بصنعاء. وتشير الوثائق إلى أن 72 من السجناء المفرج عنهم على علاقة بقضايا جنائية مختلفة تتنوع بين تجارة المخدرات والحرابة والقتل وسرقة المنازل وتفجير القنابل وأنابيب النفط والاختطاف. وبحسب القناة، أضيف كشف مرفق بعشرة أسماء لآخرين لم تشر الوثيقة إلى نوع القضايا التي سجنوا على ذمتها، لكنها ألحقت عشرة أسماء تحت عنوان: كشف ملحق بالمفرج عنهم من قبل اللجنة الشعبية التابعة للحوثيين في السجن المركزي. ويتابع الموقع أن أوامر الإفراج من اللجنة التي شكلها شقيق زعيم ميليشيا الحوثي يحيى بدر الدين الحوثي برئاسته، وأصدر من خلالها أوامر إفراج عن عدد من السجناء الخطرين على أمن المجتمع. مهمات كبرى أمام الحكومة اليمنية. تحت هذا العنوان كتب نصر طه مصطفى مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال الكاتب: يبرز السؤال المنطقي عن مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على الحوثيين للالتزام بالمرجعيات التي حددها المجتمع الدولي، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 2216، وكل ما هو نتاج طبيعي وتلقائي للالتزام بهذه المرجعيات، ومنها على سبيل المثال الإقرار بشرعية الرئيس هادي واستكمال المرحلة الانتقالية كما هو محدد بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وما تضمنته القرارات الدولية من عقوبات بحق المعرقلين. من المتوقع أن يخرج الأمير محمد بن سلمان بتفاهمات مهمة من محادثاته مع الإدارة الأمريكية في شأن اليمن، وهو صاحب المقولة المهمة أنه لا توجد دولة تحترم نفسها تقبل بسيطرة ميليشيا على دولة مجاورة لها، ذلك أن ترك الأزمة في منتصف الطريق من دون حل حاسم سلما أو حربا سيؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة هي في غنى عنه، كما أنه سيقوي أوراق إيران في اليمن على حساب السعودية ودول مجلس التعاون، وهو أمر غير مرغوب فيه في اللحظة الراهنة على الأقل بالنسبة للغرب. وللاشتراك نتس والذي تابع الأحداث التي تشهدها محافظة إب وعنوان الموقع: الأهالي يعثرون على 3 جثث بمدينة إب. ينقل الموقع عن مصادر قولها: عثر الأهالي على 3 جثث لمواطنين ملقية في خط 30 في مدينة إب وجميعها مرمية بالرصاص. وأكدت المصادر أن 1 الجثث تم التعرف عليها من قبل أحد أبناء منطقة العود بمديرية بعدان، فيما لا تزال الجثتان الأخيرتان مجهولتين، مضيفة أن القضية لا تزال قيد التحقيق. ومن محافظة إب أيضا، حيث تواصلت المواجهات العنيفة في مديرية حزم العدين بين المقاومة الشعبية وميليشيات صالح والحوثي، استطاعت معها المقاومة التقدم باتجاه مفرق حبيش. وأكدت مصادر ميدانية للاشتراك نت أن المقاومة الشعبية سيطرت على منطقة عنبرة الواقعة بين مديريات حبيش والقفر وحزم العدين بعد معارك عنيفة مع الميليشيات. وذكرت المصادر أن المقاومة دحرت الميليشيات وأعلنت التأمين الكامل لمنطقة عنبرة والتي كانت تتمركز فيها وتتخذ منها مركزا لقصف مواقع المقاومة ومنازل المواطنين في القرى المجاورة. قبل مطالعة أهم ما قالت الصحف العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعاود الترحيب بكم ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم
والبداية من صحيفة الحياة اللندنية والتي علقت حول مشاورات الكويت بأن الغموض لا يزال يلف مصير مفاوضات الكويت التي ترعاها الأمم المتحدة والمنعقدة منذ نحو شهرين بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحزب صالح. وقالت الحياة: دأب الطرفان على تبادل الاتهامات بعرقلة المشاورات والسعي إلى إفشالها على رغم الجهود الذي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لتقريب وجهات نظر الفريقين. وتتابع الصحيفة: ترددت أنباء في الكويت عن وجود خطة أممية شاملة للحل لدى ولد الشيخ سعى إلى استخلاصها من طروحات الوفدين المتفاوضين خلال الفترة الماضية، ومن المرتقب أن يكشف عنها في الأيام المقبلة بعد التشاور في شأنها مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول الخليج. وقالت إن الهدف من هذا النقاش مع الأطراف الدولية هو تمهيد لإقناع الأطراف اليمنية بالموافقة عليها واستصدار قرار من مجلس الأمن لتأييدها. وبالانتقال إلى صحيفة عكاظ السعودية والتي عنونت: وفد الشرعية حل الميليشيات قبل الشراكة السياسية. تقول التفاصيل: جدد وفد الشرعية اليمنية خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في الكويت التأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن أي شراكة سياسية من أي نوع قبل حل الميليشيات وإعلان الإنقلابيين الالتزام بالقرار الدولي 2216 والانسحاب من كافة المناطق والمحافظات وتسليم السلاح كاملا. وتفيد الصحيفة: استبعد الوفد الحكومي وجود شراكة سياسية مع من ارتكبوا الجرائم بحق الشعب اليمني ومن صدرت بحقهم عقوبات دولية، مؤكدا أن الشراكة لن تكون ممكنة ولن يتحقق السلام قبل تنفيذ العقوبات بحق من وردت أسماؤهم في نصوص القرارات الأممية وعلى رأسهم المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي. وأكد الوفد أن المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون خاليا من كل من أجرم بحق اليمنيين ومن المعرقلين الذين حددت أسماؤهم قرارات الأمم المتحدة. واشترط وفد الشرعية تحول الميليشيات إلى حزب سياسي يلتزم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين قبل أي حديث عن الشراكة، مشددا على أنه لا يمكن أن تكون هناك شراكة مع كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون. وإلى صحيفة الخليج والتي ركزت على استمرار معارك الميليشيا وعنونت: الميليشيات تقصف مدينة مأرب وقرى في محافظة البيضاء. وقالت التفاصيل: أقدمت ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية على قصف مدينة مأرب عاصمة محافظة مأرب، كما شنت قصفا عنيفا على قرى ومواقع المقاومة الشعبية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. ووفقا لمصادر المقاومة، فإن 4 صواريخ كاتيوشا سقطت فجر السبت على مدينة مأرب أطلقتها ميليشيات الحوثي وصالح على المدينة من منطقة جبل هيلان، مشيرة إلى أن صاروخين منها سقطا في مناطق خالية من السكان غرب وشمال المدينة. وفي محافظة البيضاء قال مصدر في المقاومة الشعبية إن الميليشيا الانقلابية قصفت بقذائف الدبابات والبي ام بي ومدافع الهاون منازل المواطنين بيفعان وذي مجير. الإمارات والخيار المصيري، تحت هذا العنوان كتبت صحيفة البيان افتتاحيتها. وقالت الصحيفة: مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لم يكن هدفها فقط استعادة الشرعية في اليمن، بل كانت خطوة ضرورية ومصيرية في وجه تحركات إيران ومساعيها لإيجاد تغيير جوهري في التوازن الإقليمي، الأمر الذي لم يكن يحتمل الانتظار حتى تسيطر إيران على باب المندب وتحيط دول الخليج العربية بمنصات الصواريخ. ولم يكن هدف التحالف العربي الحرب واستعراض القوة، بل إجبار الإنقلابيين على الاعتراف بالشرعية. ولهذا لم يضيع التحالف العربي الفرصة للحوار السلمي، خاصة بعد أن حققت عاصفة الحزم واستعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم ومساندة الإمارات أهدافها العسكرية بكل جدارة.
لقد حقق التحالف العربي أهدافه السياسية الرئيسية لعاصفة الحزم، وهي العودة إلى المسار السياسي بين الأطراف اليمنية وعودة الشرعية إلى السلطة والرد على التدخل الإيراني في الشأن العربي. ولا تزال معركة إعادة الشرعية مستمرة، وتبذل دول التحالف العربي جهودا كبيرة لإنجاح المسار السياسي. وستبقى بعد ذلك المعركة الكبرى، وهي معركة إعادة البناء والتعمير، والتي سيعتمد فيها اليمن الشقيق كل الاعتماد على دول التحالف العربي وفي مقدمتهم دولة الإمارات. وإلى صحيفة العرب الجديد، والتي عنونت في إحدى صفحاتها: الحوثيون يواجهون أزمتهم المالية في التجارة بالمعتقلين. تقول الصحيفة: يعاني الحوثيون من جفاف الموارد المالية، حيث يواجهون ضائقة غير مسبوقة، ما دفعهم إلى البحث عن مصادر جديدة غير قانونية للحصول على الأموال. واعتبر مراقبون أن جماعة الحوثي تسير على خطى ميليشيات داعش، بعد أن حولت قضية المعتقلين في سجونها إلى تجارة ومصدر للمال. وأكدت مصادر موثوقة للعرب الجديد أن عددا من المعتقلين في سجون الحوثي تم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث أصبح المعتقلون مصدرا مهما لتمويل جماعة الحوثيين. وأشارت إلى أن قيادات ميدانية من الحوثيين تجري مفاوضات مع عائلات معتقلين سياسيين للإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية، في خطوة تسعى من خلالها الجماعة لتوفير الأموال واستباقا لأي خطوة قد تنتج عن مشاورات الكويت بالإفراج عن المعتقلين. إيران والحروب الطائفية. تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال العديني: الأصل أن رجل المخابرات يكتم ولا يفصح، فإذا تحدث مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية عن علاقة صفرية مع إيران، كذلك قال جون برينان للعربية منذ أسبوعين، فذلك يقتضي قراءة أخرى متأنية وفاحصة. في مجمل الصورة، ليس في العلاقات الدولية حالة معقدة مثل العلاقات الأمريكية الإيرانية، لكنها ليست ملغزة. ظاهر الأمور أنها علاقة عداء مطلق وتضارب في المصالح عميق، ووراء الظاهر يوجد انسجام وتوافق حيال أغلب المواضيع وأشد القضايا حساسية، من الاشتراك في خلق المشكلات إلى التنسيق في إدارتها. وإذا كانت الوثائق الأمريكية التي رفعت عنها السرية مؤخراً قد كشفت اتصالات للخميني بالإدارة الأمريكية عشية نجاح ثورته، فذلك لا يعني أن واشنطن شاركت في إطاحة الشاه، وإنما بيّنت أنها تواطأت بالصمت لأن دور الشرطي الذي كان يمارسه لم يعد مهما، وبات من المقبول أن تؤدي إيران وظيفة أخرى، وحتى من دون أن يشعر حكامها الجدد بأنهم يخدمون السياسة الأمريكية في المنطقة. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير.